المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك. الله. طيب ايه المسألة؟ زوجة. زوجة. ثلاث اخوات شقيقات. ثلاث اخوات مؤنث. ايوه اخوات شقيقات. ثلاث اخوات شقيقات. وجد. وجد. واخت لاب. ايه المشكلة معاك؟ اخت الاب الدرس. مين حجبها؟ الجمع من الاخوات. هتحجب تاني؟ بمين؟ الاخوات الشقيقات. الشقيقات. انت بقى عايز تقول ايه بقى؟ الزوجه التم الربع والتلتين خلاص اتبقى ايه هنا؟ اتبقى جد. اتبقى جد. طب هنعمل ايه؟ اشتريت معاه. هتقول لي المسألة؟ هتقول لي ايه؟ المسألة. خلاص. عايز تقول نقلل دي فيها مذاهب. نقلل نصيبه بحيث ان احنا بس هنا 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 مش هتورث خالص ليس لها سدس ولا حاجه لكن على راي من يقلل يقلل فهيعملهم كام؟ يعملهم اربعه عشان يقلل نصيب مين؟ جد لكن كده كده الجد لا هيقل نصيبه ولا حاجه لان الجد هياخد الايه؟ السدس يبقى هنا مفيش تقليل لان الجد هنا هياخد الايه؟ والسدس هو ده اللي باقي له فأنا هقلله ازاي؟ هناك واحد وواحد ماشي لكن هنا هو خلقة ربنا المسألة فيها ايه؟ فيها عول وهياخد السدس يبقى ما فائدة الأخ الأخت الأب؟ مالهاش فايدة. طب هقلل نصيبه، أقلل نصيبه ازاي؟ فهمتم يا شباب؟ هنا مش معادلة ثم تعود الأخت الاخوات للشقيقات على الاخت الارض هو كده كده عشان نقلل من نصيبه ليس له نصيب هنا في المساله ده هنا هو اخذ السدس لان المساله ايه ها؟ على بعد كده بقى نعمل ايه؟ ها؟ هيقاسمهم ولا مش هيقاسمهم؟ هيقاسمهم. طيب الجد مع الاخوه نحاول كده نختصر بسرعة. واحد أن الجد أب وهذا مذهب أبو حنيفة ولم يأخذ به القانون المصري ولم يأخذ به القانون المصري ما معنى الكلام؟ معنى الكلام إن الأب موجود يحجب كل الإخوة. طب الجد موجود يحجب كل الإخوة. هذا هو الرأي الإيه؟ الأول. هذا رأي مين من المذاهب؟ أبو حنيفة. طيب الحنابلة ليهم روايات مش مذهبهم كاملة. من الصحابة ابن قدام سيدنا أبو بكر الصديق وسيدة عائشة كده. طيب إيه المذاهب اللي هو الجمهور الشافعية ومالكية وبعض وكثير من الحنابلة أن الجد لا يحجب الإخوة الأشقاء ولا الإخوة الأب أبدا ليه؟ الطريق الموصل للجد مين؟ الأب والطريق الموصل للإخوة مين؟ الأب فلماذا يحجبه؟ وأخذ القانون المصري بهذا الرأي. خلاص؟ ثم أصحاب هذا الرأي اختلفوا. مين اللي اختلفوا؟ سيدنا زيد ابن ثابت. سيدنا مين؟ علي. طبعا في صحابة كتير بس دول أصحاب المدرسة. ماذا قالوا؟ قال مولانا علي أن إذا كانت الأخت صاحبة فرض فقط تأخذ فرضها كاملا والجد الباقي بشرط لا يقل عن السدس، فإذا قل عن السدس نعمل ايه؟ أقول المسألة.
طب باقي الحالات زي الجمهور. يعني مات وترك جد واخ، المقاسم سيدنا علي وسيدنا زيد سواء. مات وترك جد واخ شقيق واخت شقيقه، سيدنا علي وسيدنا زيد سواء. المشكله مات وترك جد واخت شقيقه، هنا بقى المشكله. الجمهور الجد سهمين والاخت واحد يقاسمها، سيدنا علي الاخت نصف والباقي للجد بشرط لا يقل عن السدس. فهمت الفرق؟ معاذ ايه المشكله معاك يا معاذ؟ ما تسيبش عليا، انت مش فاهم حاجه. ايه اللي انت مش فاهمه؟ خلاص كده انا خلصت الدرس ما عدا نقطه. جد واخت شقيق جد واختها ورث ورث. الجد احسن حاجه له ايه؟ في صاحب فرض هنا المقاسمه تلت المال كله لا يقل عن السدس، لان ما فيش صاحب فرض. هنا احسن حاجه له ايه؟ المقاسمه. يبقى الجد اثنين والاخت ايه؟ واحد. لا خلاف بين سيدنا زيد وبين سيدنا علي والقوم المصري، كله سواء. القوم المصري خد براي سيدنا علي عشان ايه؟ سهل. شباب الدرس اعرف مفتاحه وترتاح. اعرف مفتاحه وترتاح، ويوم الجمعه هراجع على الدرس ده. يبقى مره كده ومره كده الدنيا تمشي. اخبار حرميه الكتب؟ ايه الاخبار الحرميه؟ في جناح لتجار الكتب في جهنم. ايه؟ مش هتروحي معاهم؟ هنشوف. قولوا الورق غالي، اقول له غالي، فرحانين قوي. كتاب ب 10 جنيه يبيعوه ب 200 جنيه. خمس اجزاء بسال عليها يوم الخميس اللي فات 2400 جنيه. ليه؟ يعني المؤلف نفسه لم يرى ال 2400 جنيه، عارف لو كان يعرف الكتاب وهيوصل ل 2400 كان شالفه. القسطلاني 11900 من غير يمين، لو كان يعرف القسطلاني ان كتابه هيوصل 12000 جنيه مصري ما كانش كتبه. عارف يعني 12000؟ ده حضرتك تمر قدامه بالمكتبه تقول له سلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله ان انا اشتريته. طيب اه بس لو نامنهم بالاف، لو ما فيش حذف ما فيش ما فيش، جميل قوي خلاص. اصل وما ربك بظلام لمين؟ كان صاحب مكتبه زمان يقول لي هيجي يوم بعد 15 سنه الكتب دي هتنتهي، مش هيبقى فيه ايه؟ كتاب. واحسن احسن كده، احسن كده احسن. ايه الكتب في البيت؟ العنكبوت والاضطراب للتيمم، خلاص مين بيقرا ولا حاجه، نحب نشتري بس. لكن يمكن لو على الانترنت ولا على التليفون تقرا المعلومه اللي انت عاوزها، يعني هتقرا. ركز معايا. زوج جد اخ شقيق، اخ شقيق او اخ الاب سواء سواء. زوج اخ شقيق جد. الزوج ملوش علاقه، الزوج له النص، ملوش علاقه بالجد ولا بالام ولا حاجه. الراجل ده لا نص لا ربع. سلام عليكم. هياخد هنا ايه؟ ليه النص؟ عدم وجود الفرع ايه؟ شوف يا استاذ اسراء اديني تعليل عشان نطمن. ليه الكتاب ده غالي؟ عشان يعني ما فيش الا هو، واحنا ناس حراميه ما نعرفش ربنا، فهنغلي الكتاب. يبقى التعليل مهم، ما فيش الا هو. فهمت مولانا؟ دي المساله. فلما تقولي لي ان احنا حراميه ودي اخر نسخه واحنا بنستغل العباد
تعليل مهم. اخر نسخه هي اخر نسخه يعني ربنا ما خلاش اللي هي. طيب ركز معايا بقى في معنى زوج النسر مع السلامه. تعال بقى لمين؟ ابو حنيفه استغفر الله. ابو حنيفه البدء حاجه بالايه؟ الاخ. تعال يا ابني. طيب سيدنا علي وسيدنا زيد مفيش مشكله. شكرا لله. شكرا لا خلاص لا اريد ان ارى وجهك. خلاص يعني مصلحتنا انتهت. مع السلامه. هي الدنيا كده ما دام خدنا ما نريد. مع السلامه. لحظات لحظات عايز اقول له اطلع بره. الأحسن هنا إيه؟ مقاسمة؟ قسمة. تلت الباقي السدس قسمة على طول. فلو قلنا 60 جنيه 30 للزوج 15 15 تلت الباقي 10 تلت الباقي مساوي لمين؟ للسدس. مفيش مشاكل بين سيدنا علي وبين سيدنا مين؟ زيد. المشكلة بين سيدنا علي وبين سيدنا زيد لو كانت الأخت لها فرض. الأخت لها إيه؟ فرض. اكتب جد وأخت الأب. جد وأخت الأب. عايز يحضر الدرس الراجل. تعالى يا أنجلي. عايز يحضر الدرس؟ قول يا زيد. جد اخت الاب. اخت مين؟ انت مين؟ انا ابو حنيفه. احجب الاخت. انت مين؟ انا سيدنا علي. استناني. ادي الاخت النص. ادي الاختين التلتين. والجد يأخذ الباقي ما لم يقل عن السدس. فإن قل عن السدس يبقى إيه؟ يعود المسألة. فهمتوا؟ هو جد وأختين شقيقتين؟ بدي مثال. أخت واحدة. تمام. النص. طب أختين شقيقتين؟ تلتين. إيه تلتين. فهمت ولا ما فهمتش؟ طب في زوجة في أم في اللي فيه بقى. يبقى لو هيقل عن السدس إدي الجد الإيه؟ وتعول المسألة. هنا لا ده سيدنا مين؟ علي. يبقى الأخت النص الأختين الإيه؟ التلتين. خلاص يا شباب؟ المشكلة بقى عند سيدنا زيد. لا يفرض للأخت الشقيقة ولا الأخت الأب مع مين؟ مع الجد. طب أعمل إيه؟ قال لي بالراحة شوية. زوج استغفر الله ما فيش زوج. أخت شقيقة وجد. الأحسن إيه؟ تلت المال ولا المقاسمة؟ حذار يقل عن السدس. هنا أحسن حاجة إيه؟ مقاسمة. يعني مقاسمة الجد اثنين والأخت بكام؟ واحد. نعم؟ أولاد. نعم. أنت مين؟ أنا سيدنا زيد. مش فارقة معايا بقى. أديله مثال. جد و 340 أخ. انت مين؟ انا سيدنا علي. انا سيدنا زيد. شو رأي معايا؟ احسن المقاسمة ولا ياخد تلت الباقي؟ استغفر الله. ولا ياخد تلت التركة كلها؟ تدير واخلص. تلت التركة؟ ايوه طبعا. ما فيش صح فرض. تعال بقى لسيدنا زيد. اذا وجد في المسألة صاحب فرض الجد له واحد من ثلاثة. المقاسمة ثلث الباقي بعد أصحاب الفروض رجاء لا يقل عن السدس وتعود المسألة. اثنين إذا لم يوجد صاحب فرض المقاسمة تلت المال كله ما يجيش عن السدس. اكتب المثالين. زوجة وجد وأخ شقيق. الزوجة هتاخد الكام؟ الربع. مالهاش علاقة. الربع. التركة 60 جنيه خدت 15 مع السلامة. ده 45
المقاسمة 22.5، تلت الباقي 15، السدس 10. مين الأحسن له؟ يبقى إذا كان في صاحب فرض زي الزوجة زي الأم زي 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 الجد، أحسن حاجة إيه؟ المقاسمة. أو هنا هو في المثال المقاسمة كام؟ 22.5، لأن التركة 45 دلوقتي. طيب تلت الباقي 15، تلت الباقي بعد أصحاب الإيه؟ فروض. السدس 10، مين أحسن له؟ مقاسمة 22.5، يبقى ياخد المقاسمة. طيب زوجة وخمس خمسة إخوة أشقاء أو لأب الاثنين سواء وجد ورأس، الزوجة ليها كم حالة يا أهل الله؟ من ومين؟ ربع وإيه؟ هنا؟ لا عدم وجود الفرع إيه؟ اللي مش فاهم يخبرنا يا شباب، لا أحد يجلس بدون فهم، لا أحد يجلس بدون فهم، مش فاهم أنا وعيد، هذا حق حقي اقول لك يا جيله يا ابو جهل، لا ده حقي اجل ان حقك تفهم. تفضل. ها تعال نحسب بالراحه، كيف اعرف ثلث الباقي افضل؟ احسبها. يعني احسبها يا مولانا، انا جاي لي عقد عمل في امريكا، ما شاء الله امريكا، ما شاء الله امريكا، بكام؟ 20 جنيه في اليوم، اروح اعمل ايه؟ لا لا حد يقول لي جيلة، ولا لا حد يقول لي غلام، ولا حتى أم جميل زي السيدة اسمها كده نسميها أم جميل، مفيش حد ولا تأس عددا. 20 جنيه في اليوم اقعد هنا أحسن. طيب مرة زمان جالي عقد عمل في الكويت، ده حقيقة زمان من زمان، بكام عقد العمل ده؟ مش عارف يا ربي، 80 دينار. 80 دينار كان الدينار في ذلك الزمان 14 جنيه. 14 في 80 بكم؟ 400. كان الراتب في مصر في ذلك الزمان أقل من 100، كان ممكن 48 جنيه للموظف. ف 48 جنيه و400 المبلغ 8 أضعاف. أنا صراحة كنت موافق 100 في إيه؟ في 100 عشان تعرف تحسبها. شاء ربنا رحت عرس كده من الأقارب فلقيت عربية زمان مكتوب عليها جمرك الكويت كده، فقلت الراجل ده مين؟ قال ده ابن عمك، تعرفين الصعيدة وكل حاجة ابن عمك كده، ممكن مش من العيلة بس ابن عمك خلاص. فقلت أنا عايز أتكلم معاه، فقلت له أنا جاي لي عقد عمل في الكويت ب 80 دينار أعمل إيه؟ قال لي هتسكن في حجرة 2 ب 40 دينار، أدي نص المرتب إيه؟ راح، وتاكل رغيف في الصباح ورغيف في المساء بدينار، لان الرغيف بنصف دينار، يبقى كده كام؟ 30. يبقى راح الايه؟ المرتب. احوج ايه؟ قال لي عشان تروح اقل حاجه يكون 200 دينار. 200 دينار يعني اهو تعرف تعمل لك حاجه. فانا لما احسب 14 في ذلك الزمان في 80 مبلغ، لكن في النتيجه ما فيش. هنا في المسألة تلت الباقي ولا الباقي ولا السدس، احسب زي ما أنا بحسب كده، احسب. فإن جت خسرانة مع السلامة، يبقى احسب الأفضل للجد. طب لماذا الجد نعطيه الأفضل؟ علشان شبيه بمين؟ بالمشاكل. فهنا زوجة وجد وخمسة إيه؟ الزوجة الربع، الفلوس 65 جنيه. الزوجة الربع كام؟ 15. مع السلامة، يبقى لي 45. لو قلنا المقاسمة يبقى 45 على 6، صح؟ 45 على 6 فيها كام؟ قول 6.5. يبقى الجد خد 6.5 أقل من مين؟ يبقى المقاسمة تعبانة. تلت الباقي بعد أصحاب الفروض كام؟ 15. السدس 10، يبقى المقاسمة 6.5، تلت الباقي 15، السدس 10. مين أحسن؟ مين أحسن؟ تلت الباقي 15. يخطو، شفت أنا حسبتها إزاي؟ طيب
زوجة الزوجة وجد وأختين شقيقتين. أنت مين؟ أنا القانون المصري لسيدنا علي ورث. أنا القانون المصري لسيدنا علي ورث. يلا يا أبي جهل. أنا القانون المصري وسيدنا علي أعمل إيه؟ يلا ولاد مفيش وقت. بجد الزوجة تاخد الربع؟ الزوجة الربع مع السلامة. بجد ياخد السدس؟ لا. خش على أصحاب الأول. ماشي. الأختين هياخدوا إيه؟ تلتين. كان المصري تلتين. الباقي كان إن كان الباقي سدس فزيادة أخذوا الجد. أقل من السدس اديله سدس وتعول المسألة. هنا التركز تيجي الزوجة خدت الكام؟ الربع 15 والتلتين 40 يتبقى كام؟ 5. الخمسة أقل من مين؟ يبقى الجد ياخد السدس وتعول المسألة. الجد ياخد الايه؟ وتعول. انت مين؟ انا ابو حنيف. الزوجة الربع والجد الباقي والاخوات محجوبات. انت مين؟ انا سيدنا زيد والشافعية والمالكية واكثر الحنابلة. نعمل ايه؟ بسم الله. يلا يا اهل الله. ازيك يا مستر حسن الرمسيه؟ مش عارف انا واخدها لي وخلاص. الزوج الرب مع السلامه. اعمل ايه؟ هنا احسن له ايه؟ المقاسمه ولا تدي الباقي ولا السدس؟ المقاسمه هيبقى كم اخت؟ اثنين يبقى واحد. اخ واحد يبقى 22 ونص. طب تلت الباقي 10، تلت الباقي 15، السدس 10. هنا المقاسمة، هنا الايه؟ المقاسمة. هات يا سيدي الجد معاك. فإن كان معه صاحب فرض أخذ تلت الباقي بعد أصحاب الفروض. إذا لم يوجد صاحب فرض أخذ تلت تلك كله. المهم أنا أراعي أحسن حاجة للجد ياخدها. الجد يحجب الإخوة الأم ذكورا وإناثا اتفاقا. مين عنده أي مشكلة في الجد مع الإخوة؟ بقي مسألتين. الأكثرية والمعادلة. القانون المصري سيدنا علي ما عندوش أكثرية ولا معادلة ولا أبو حنيفة عنده. الأكثرية والمعادلة عند الشافعية وعند المالكية. ايه المعادلة وايه الأكثرية؟ على كده نمشي مع بعض بالراحة. يا مالك شوف من جميل صفوة صحيح البخاري للشيخ عبد الجليل عيسى مالك. مين معنى انت وياه؟ صفوة صحيح البخاري. صفوة صحيح البخاري. شوفي كده لو تعرف الجميل تكون شاكر. طبعة الأزهر. ده كتاب دكتور طارق هذا دكتور ولا لا؟ لا دكتور طارق. صفوة تاني مع فقه البخاري. صفوة للشيخ عبد الجليل عيسى. طبعة الأزهر. ده حبوا ده حاجه انا عارف حضرتك لقيته في الوقت الثاني. موجود 600 وشويه. انا شفته في مكتبه الجامعه. 52 اولاد
تبعت بكام؟ يلا عشان هذا شرح المعادلة. ايه الأدرية؟ وايه المعادلة؟ بالراحة. زوج أم خلاص زوجها أخت شقيقة جدة مرأس. يلا عشان تعيد معنا يا ابني. الزوج نصف، الزوج نصف، الام ثلث، ما فيش عدد من الاخوه ولا فرع واحد. اختي شقيقه انت مين؟ انا ابو حنيفه محبوب والجد الباقي. انت مين؟ انا سيدنا علي. يبقى هتاخد النص، هتاخد الايه؟ والجد مفيش، يبقى ياخد السدس وتعول المساله. انت مين؟ انا سيدنا زيد. يلا وريني شطارتك، وروني شطارتك. يلا يا بنات اللي فاهمه تقولي. يا سوداني فاهم يا سوداني ولا مش فاهم؟ فاهم؟ هنا هنعمل ايه يا مولانا؟ الزوج خد النصف، اتفضل. مين تاني؟ الأم التلت، اتفضل. هنقول إنها 60 جنيه. 60 إيه؟ الزوج خد كام؟ 30، مع السلامة. والأم خدت كام؟ 20، يبقى كده كام؟ 50، مع السلامة. اتبقى لي 10. لو أعطينا الجد يبقى حجبنا الأخت. طب لو أعطينا المقاسمة قل عن مين؟ ولو إدينا له تلت الباقي قال عن السدس. يبقى ما فيش حل هنا. ما يعني الاخ؟ ما يعني الجد كالاخ؟ اعمله كالاخ. هيكون لي ذكر بس حصل نصيب. يبقى نصيبه اقل من الثلث من السدس. فهمت؟ عشان كده سموها اكدريه لانها كدرت مذهب زي. تعالى يا مولانا خلاص بقى تعالى. سبع مسؤولين؟ كم مجلد؟ مفيش أقل من 250؟ طبعا الأزهر يا ابني طبعا مجانية. الأزهر كانت لي كام يوم؟ 2.5 جنيه. ركز معايا. أعمل إيه؟ اكتب. بيغلي دايما؟ مولانا زوج النصف، أم الثلث، أخت شقيقة ما حدش حجبها، جد لا يقل بحال عن مين؟ أنا أعمل إيه؟ لو قلنا المكتعب انت متخليش، لو قلنا المقاسمة راح، ولو قلنا تلت الباقي راح، طب ولو أعطيناه السدس؟ عرضه 200 بس ده في اسكندرية، مش هيقول. بكام؟ عرضه 200. مش هيقول بكام؟ مش هيقول ده شقة ب 50. طب وليه؟ ما بيدعش الأزهر؟ خلاص
السيد مش راضي راضي يلا فين في الاسكندريه اللي بعد كده؟ حضرتك عارف انت شباب هبعت حضرتك صلى الله عليه وسلم. خلاصة كلامي كل الجد كويس نعمل ايه؟ فجاء زيد وغير مذهبه عن معنى الأجدرية فقال الجد السدس عشان حقه هيضيع والأخت النصف على غير عادتي على غير ايه؟ ثم عادت المسألة بقت كام؟ الزوج الايه؟ النصف خد ثلاثة والأم التلت خد كام؟ اثنين خد خمسة والجد السدس يبقى كام؟ ستة والأخت ثلاثة يبقى كده كام؟ فعالت إلى تسعة ثم نجمع واحد الجد وثلاثة الأخت مع بعض ثم نأتي للمقاسمة للذكر مثل حظ أدي حل المسألة الايه؟ الأجدرية ليه سموها أجدرية؟ لأنها كدرت أي غيرت مذهبها بقى زي سيدنا علي في الأول وفي النهاية سيدنا زيد احفظ الصورة واحفظ التقسيم وافهم افهم الشيخ عمل ايه؟ هذه المسألة الأجدرية ليها صورة وليها اسم وليها حل حد مش عارف الصورة؟ أنا فهمني فاهم ما أقول طيب قول ما تخافش يا بابا انا زعلان اللي مش فاهم انا لا اسامح احنا جئنا لله واللي مش فاهم انا لا اسامح قول ونعيد انا ورايا ايه طيب البس الطربوش يا مولانا نعم ينفع تكتب عباره صغيره افهم ايه الفرق بين سيدنا علي وسيدنا زيد سيدنا علي يعطي للأخت فرضها النص أو التلتين سيدنا زيد لا فهمت؟ يبقى سيدنا علي يعني ما عندوش المشترك استغفر الله ما عندوش الأقدرية ولا المعادلة لسه هشرحها فهمت سيدنا زيد وعلي دلوقتي؟ فاهمة؟ ما عندوش الأقدرية سيدنا علي يعني سيدنا علي منحاز للبنت أكتر شوية ولا منحاز ولا حاجة قال لك دي صاحبة فرض صاحبك الفرض تاخد فرضها مفيش يا ابني ده علم يا ابني مش قصدي لا انا ده علم تاخد فرضها تاخد فرضها تمام بص الموظف والتاجر ايه الفرق؟ انت دخلت شريك في مكتبه انت راجل موظف انا راجل موظف في المكتبه انا ليا 10 جنيه كل يوم تكسب الفرض انا ليا راجل ده تحت الفرض طيب اللي داخل شركة يسيب تجنين 50 ألف 50 ألف يسيب مليون 50 ألف أقول لك تاني تعال للمعاناة المقاسمة ولا تلك المال دي صاحب فرض عرفت إيه؟ المقاسمة يعني يا مولانا الجد واحد الأخ الشقيق واحد الأخ الأب إيه؟ ما أصل أنا جد ما بحجبهمش تلت الباقي يعني أي حد أنا
معلش اخ الاب هياخد ليه؟ هياخد واحد هياخد ليه؟ مش المفروض يحجب الاخ الشقيق؟ ما ده بقى المال اللي يشرحه. لكن انا كجد ما حجبتش الاخ الاب ولم احجب الاخ الايه؟ الشقيق. طب يعمل ركز واحد الافضل المقاسمه ولا تلت الباقي؟ استوى استوى. يبقى هقول الجد واحد والاخ الشقيق واحد والاخ الاب واحد. انت مين يا سيدنا زيد؟ ثم يعود الاخ الشقيق على الاخ الاب فيحجبه وياخد فلوسه. مش انا اللي حجبته؟ فلوسه. عشان كده سموها معاده. سموها ايه؟ حيث يعود الاخ الشقيق على الاخ الاب فيحكمه وياخد نصيبه. طب كده خلصنا سيدنا زيد. تعالى سيدنا علي القرن المصري. يا عم يا جد نعم انت واقف انا واقف الاخ الشقيق واقف واقف الاخ الاب محظوظ ابتداء. يعني المال 60 جنيه عند سيدنا زيد 20 20 20 عند سيدنا زيد ايه؟ 20 20 20 ثم يعود الاخ الشقيق فياخد ال 20 جنيه بتاعت مين؟ الاخ الاب يبقى خد الباقي. عشان كده سموها معاده. طب انت مين؟ انا سيدنا علي من البدايه. الاخ الشقيق هيحجب الاخ لمين؟ لاب ويبقى 30 30. ادي الفرق بين المعاده عند سيدنا زيد والمعاده عند سيدنا مين؟ علي. نعم. يعني سيدنا زيد الاخ الشقيق اخذ نصيب اللي هو بس خد في النهايه مش في البدايه. في البدايه جنيه جنيه جنيه. بعد كده يعود الاخ الشقيق على الاخ الاب فيحجبه. طيب سيدنا علي لا من البدايه الشقيق حجب الاخ لمين؟ لاب وال 60 جنيه المقاسمه 30 30. ادي يا سيدي المعادله. عايزين ايه تاني؟ القانون تبع ايه؟ القانون مع سيدنا علي. ايه تاني عايزين ايه؟ خلاص عايزين ايه؟ مفيش تلت الباب. مفيش تلت الباب لان ما عنديش صاحب فرض. الاخ الشقيق واحد والاخ الاب واحد والجد واحد ثم يعود الاخ الشقيق على الاخ الاب فيحجبه وياخذ ماله. ده سيدنا مين؟ زيد. سيدنا علي الاخ الشقيق يحجب الاخ الاب ابتداء يبقى 60 جنيه على مين؟ على الجد والاخ 30 جنيه. ايه المشكله معاك؟ تصحيح المسائل يا رجل يا رجل. ايه العشريه؟ ايه؟ العشريه. العشريه. ايه العشريه؟ العشريه. لا دي القاب يا ابني مش حلها حل عادي. عشريه يعني العول وصل لعشره. اي مساله فيها اقول لها 10 زوج. لا احنا مش عايزين زوج. هنقول ايه؟ زوج. حط زوج. ثلاث اخوات شقيقات. ام. خلاص خلاص ام. اخوه الام ورث. الزوج ثلاثه. الثلاث اخوات شقيقات. ها؟ تنتين والأم ثلث والإخوة الأم تلت. الزوج ثلاثة والأم واحد والشقيقات كام؟ أربعة والإخوة الأم اثنين. كده كام يا ابني؟ قول
ثلاثة وأربعة سبعة وواحد ثمانية والإخوة الأم التلت اثنين عشرة. إيه مشكلة معايا؟ مسألة زي الأقدرية. لا أنا هم دول الكبار مني. طيب ركز بقى معايا في النقطة. إيه تصحيح المسائل؟ كان زمان اليوم عشان يتحفظ إن عاوزين السهم يكون متساوي. السهم يكون إيه؟ يعني إيه السهم متساوي؟ يعني مفيش ثلاثة ونص، ثلاثة أربعة، مفيش نص. النهاردة 50,000 جنيه و320 جنيه وخمسة جنيه ونص جنيه في ايه ها؟ كسور. زمان كان ممنوع الكسور دي. طب نعمل ايه؟ قال لي خد مثال زوجتان أم أخت شقيقة ابن عم ورث. زوجتان رب من تن أم من تاني أخت شقيقة نص ابن عم البقر. أصل مسألة كم؟ 12. متأكدين؟ 12 على الأربعة يمكن 3. 12 على إيه تاني؟ 3 على 3 يمكن 4. إيه تاني؟ 12 على كم؟ 2 فيها الكم؟ 6 كده كم؟ 13. يبقى ابن العم لا شيء له لاستغراق اصحاب الفلوس بالايه؟ الترك. بعمل ايه؟ قال لي خلاص احنا خلصنا. انا عندي كم زوجه؟ خدوا كم؟ 3. النهارده الثلاثه دي يعني 3 مليون، مليون ونص، مليون ونص، مليون جنيه، نص ونص. لكن انا عاوز الثلاثه يعطوني مبلغ صحيح. هنا المشكله، لان الثلاثه لا تقبل القسمه على كام؟ على اثنين، مفيش واحد ونص. فيعمل حاجه اسمها تصحيح المسائل. ايه تصحيح المسائل؟ عدد الرؤوس في اصل المساله. هنا لا تخطئ، اصل المساله مش 12، اصل المساله العول. العول كم؟ 13. يبقى اثنين اللي هم كم زوجة؟ زوجتين. زوجتين. 2 في 13 بكم؟ 26. 6 وكم؟ 26. صار 26 جزء من السهم. 26 على 4 فيها الكم؟ 26 كده؟ 6. 26 على 4 في 6؟ مستحيل. أولاد نعم. طب أصل المسألة كام؟ 12 في الرؤوس 2 يبقى كام؟ 24 على 6 فيها الكام؟ 24 على 6 فيها الكام؟ في الأربعة اكتب 4. ايه تاني عندي؟ يا ابني ايه اللي بعد الزوجة الزوجتين؟ الأم كام؟ واخدة 3؟ 14. واخدة التلت هي مدرسة تلت. يا ابني افهمني بس، الأم واخدة كام؟ 4. حسب الله ونعم الوكيل. الأم واخدة كام يا ابني؟ واخدة تلت. يبقى 24 على 3، فين الأربعة؟ يا ابو جهل انت هو
24 على 3 فيها الكام؟ 8. يمكن 8. لازم مولى ابو جهل. يلا عشان ابو لهب جاي عشان ما يزعلش. يبقى فيها الكام؟ 8. ايه تاني؟ اختي هو واخده كام؟ نص ال 24 كام؟ 12. اكتب 12 كده كام؟ 26. الزوجتين واخدين كام؟ 6. والام واخده كام؟ 8. يبقى كده كام؟ 14. والبنت واخده كام؟ 12. يبقى كده كام؟ 26. 6 وكام؟ 26. كلام جميل قوي. كلام وعالة الايه؟ هنا ستة تقبل الاسم على اثنين برقم صحيح ولا لا تقبل؟ فالزوجة الأولى تاخد ثلاثة من 26 والثانية تاخد ثلاثة من 26 وسلام عليكم. آدي تصحيح المسائل. في مشكلة؟ في حل أسهل من كده. كم زوجة في المثال الأولاني؟ نصيبهم كم؟ ثلاثة. نصيبهم كم؟ 2 في 3 بكم؟ 6. 2 في 3 بكم؟ 6. 3 و3 بس هما مش بيحبوا الطريقة السهلة، عايزين الطريقة الأولانية. يبقى بعمل يا مولانا؟ قال لي نضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة وأقسم من جديد. الناتج اسمه جزء المسألة. اسمه جزء الساعة. جزء السهم. زوجة ثلاث بنات أخ شقيق. زوجة ثلاث بنات أخ شقيق ورأس. زوجة ثلاث بنات بنتين أخ شقيق. في باب يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. 24. انا معرفش. 24. هنا اصل المساله كام؟ 24. عرفت ازاي؟ التلتين مع مين؟ التلتين مع التلتين السدس 24. يبقى اصل المساله 4 وكام؟ 24. اكتب 24. 24 على كام؟ على 8 فيها الكام؟ يكتب زوجة 3. 24 على كام؟ على 3 8. 8 في 2 يكتب 16. كده معانا كام؟ 3 و 16 19. من 24 يبقى 5. اكتب الأخ 5. خلاص؟ الأخ 5 ما فيش اعتراض. الزوجة 3 مفيش اعتراض. المشكلة هنا كام؟ 16. التلتين على كام؟ على 3. هل تقبل 16 القسمة على 3؟ لا. أعمل إيه؟ هنعمل حاجة اسمها تصحيح المسألة. كم عدد الرؤوس؟ 3. كم أصل المسألة؟ 24. 24 في 3 بكام؟ 72. هيبقى أصل المسألة 72 جزء من السهم. تعال بقى اكتبها لك علشان حضرتك تبقى مركز معايا. بص يا مولانا، قلنا كم دلوقتي؟ قلنا ايه؟ زوجة قالت كام؟ 3. وقلنا كام؟ 3. وقلنا مين؟ لو هنا 2 يبقى 2 على 8 خلاص، كل واحد 8. اعمل ايه؟ قال لي فين الرؤوس؟ 3. فين الرؤوس؟ 3.
في اصل المساله كام؟ 14 يساوي كام؟ دمس الاعلام بقى ده اللي انا هشتغل عليه. على ده نقسم على 72. اصبر بس، 72 على هناك كام؟ 8. فيها الكام؟ 72 على 8 فيها 9. 72 على 3 فيها الكام؟ 24. 24 في 2 بكام؟ 48. 72 على كام؟ على الثلاث. على الثلاث فيها الكام؟ 24 في 2 يديني كام؟ 48. ده نصيب مين؟ البنات. طيب 48 و9 كام؟ 57. 7 وكام؟ 57 من 72 72 ناقص 57 57 يساوي كام؟ 15. يبقى 9 زائد 48 للبنات زائد 15 كده كام؟ 17. 17 و5 كام؟ 23. 17 22. 22 يا ابو لهب يا كفار مكة. 2 ومعانا الكام؟ 2. 2 و4 6. 6 و1 7. ال 48 على كم بنت؟ 13. فيها الكام؟ 16. رقم صحيح. ادي تصحيح المسألة. عملت ايه؟ انا عملت ايه؟ ضربت اصل المسألة في عدد الايه؟ فطلع لي جزء السهم قسمته على الجميع. ادي تصحيح المسألة. فاكرين تصحيح المسألة ده حاجة كلام كفار يعني ولا ايه؟ كلام فاضي، كل ده كلام فاضي ملوش أي لازم النهاردة، كله بالكمبيوتر وخلاص. يعني 16 على 3 هنعرف نطلعها. كل واحدة 5 و50 قرش و40 قرش و3 مليم كده خلاص. انت انا حليت ازاي اصل المساله في عدد مين؟ الناتج طرحته 72 على 8 للزوجه، 72 على 3 لمين؟ للبنات. اتنين الباقي بقى، الباقي خدوا مين؟ خدوا الاخ. النتيجه في الاخر طلعت كده. فهمت ولا اقول مثال تاني؟ لا كويس. تاني مثال. نعم تاني مثال تاني بقى مع اثنين يعني. بس دي سهله، بس حاجات دي حسابيه ما تبهرش دماغ الناس. في حاجات كتير وممكن يبقى في المساله فيها تصحيحين وثلاثه، بس افهم الفكره وخلاص. لو كان عور في العور نضرب في العور، بس ممكن العور ما يجيبش معانا نتيجه، يبقى نضرب في اصل الايه؟ المساله. اصل المساله هيطلع لي العور زي ما عملنا. ال 24 بقت 6 وكام؟ و20. فهمت؟ في مولانا زوج خمسة إخوة، الزوج الكام؟ الإخوة إيه؟ الباقي. أصل المسألة كام؟ اتنين. أصل المسألة كام؟ اتنين على اتنين، يتبقى كام؟ الواحد يتقسم على خمسة. صح. طب أعرف ليه؟ قال لي اصل المساله كام؟ 2. في عدد الرؤوس كام؟ يساوي كام؟ 10 على 2 5. في الباقي يا الله يا عم. سهله دي ولا صعبه يا عم؟ سهله. مش اسعد يعرف الفكره بس يعني الدنيا صعبه بالنسبه لك، انا بحاول افهمك الفكره، ولما يجي بقى في الامتحان حاول تطبق بناء على القاعده اللي احنا عملناها. اصل المساله 2، 2 على 2 1، و1 للاخوه. ايه الواحد ده يا مولانا؟ مليون جنيه. يبقى الزوج خد 500,000، تبقى 500,000 على مين؟ على الخمسه اخوه. كل
زمان عايز رقم صحيح، انا اعمل ايه برقم صحيح دلوقتي؟ انا اعمل في الفلوس. هنحلها نحلها. فنضرب اصل المساله فين؟ في عدد مين؟ فلوس. اداني الناتج 10، نقسم من البدايه. الاثنين سهمين، العشرة جزء من حد عايز اي حاجه؟ ست زوج وست اخوه. ها اصل المساله كام؟ نفس الفكرة، هيبقى اثنين اصل المسألة في كام؟ في ستة. بكام؟ 12 على الاثنين ستة، الباقي كل واحد انا كوش ايه المشكلة؟ فهمتوا حلها ولا واحد تاني؟ اللي مش فاهم بيقول لي العول. يعني ايه العول؟ زوج اخت شقيقه ثلاثه لاب، يعني اخوات لاب. واحد لا يقبل قسم على كام؟ طب اعمل ايه؟ جربها، جرب هنا وجرب هنا. لو قلنا اصل الرؤوس ثلاثة صح؟ ثلاثة في سبعة بكام؟ 21. خلاص؟ ثلاثة في سبعة بكام؟ 21. 21 على الاثنين مفيش. فهمتني؟ طيب اصل المساله كام؟ ستة. هنقول ايه دلوقتي؟ اصل المساله ستة صح؟ ده كام كده؟ الرؤوس هنا ثلاثة صح؟ ثلاثة في ستة بكام؟ 18. 18 على الاثنين فيها الكام؟ تسعة. 18 على الاثنين فيها الكام؟ 18 على الستة فيها الكام؟ فيها الكام؟ تسعة وتسعة؟ 18 و3 دي العول هنا، لكن هنا 3 هتقبل القسمة 1 و1 و1. فالسبعة لما تعول هتعول كامل ل21. فأنا بقسم على أصل المسألة والعول بيخرج لوحده. لكن أنا لما ضربت على 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 العول على طول ما جابتش معايا نتيجة مفيدة. فهنا ال 18 عادت لكام؟ 21. طب الست عادت لكام؟ لسبعة. فاضرب على اصل المساله يجيب مع الجيد. والعول هياخد بقى. مين عايز مني اي حاجه؟ يلا يلا انا موجود. ها؟ طيب ان شاء الله خير، وانا موجود في الجامع وكل يوم موجود يوم الجمعه. واللي عايز اي حاجه يخبرني. اللهم صل على محمد. على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما علمناه من كلمات كلما ذكرتها الذاكرون وغفر عن ذكر الله. طب مش موجود عند حد هنا إسراء؟